مشاهدينا اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج كل يوم. اليوم تقيم مؤسسه فريدريش نومان ندوه حول النظم الانتخابيه والتحول الديمقراطي. يكونوا معنا لمزيد من الفعاليات والتفاصيل. مشاهدينا يكون لقائنا مع الاستاذ حافظ ابو سعد وهو رئيس منظمه حقوق الانسان. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا صباحا. النهارده يمكن عايزين نتكلم على القوانين الخاصه بالمرحله القادمه وكيفيه تنسيق هذه القوانين وتفعيلها. احنا بنتكلم طبعا مصر بقى في شهر سبتمبر عندنا انتخابات برلمانيه، وبالتالي النظام الانتخابي مهم جدا. اولا الانتخابات القادمه شديدة الاهميه، هي الانتخابات اللي هينتج عنها لجنه تاسيسيه لوضع الدستور، عايزينها تبقى ممثله للشعب المصري باكمله، وعايزين انتخابات فيها ضمانات حريه ونزاهه. احنا جايبين 2 خبراء اجانب من امريكا ومن المانيا، واظن مع الخبراء المصريين لان مناقشه ما هو القانون الانسب لمصر وما هو النظام الانتخابي الانسب لمصر، وهيخرج توصيات محدده نبعتها للجهات الرسميه عشان يبقى يعني في اكتر من راي موجود لدى الجهات الرسميه تستطيع ان هي تاخده باعتباره معبر عن راي العام المصري. هل في تفعيل لقوانين جديده او في مثلا يعني زي وضع اليات حديثه بالنسبه للانتخابات في الفتره القادمه؟ احنا عندنا مقترحات محدده، وهنقدم زي مقترح مشروع قانون للنظام الانتخابي المصري بعد ما ندرس الانسب لمصر ايه، لان مصر عايزين احنا مجموعه محددات، عايزين برلمان يمثل كل الشعب المصري جغرافيا، يمثل الفئات المختلفه، المراه والشباب والأقباط، وأنه يعبر عن مشروعية الإرادة السياسية المصرية، إرادة الناخبين نفسها، وبدون تزوير وبدون تدخل. فدي كلها محددات هي اللي هنعمل لها زي موديل، نموذج قانون كنموذج نقدمه للجهات الرسمية. لقاءنا يكون مع دكتور جمال زهران وهو أستاذ العلوم السياسية. أهلا بحضرتك دكتور جمال. يمكن حابين نتكلم على التشريعات الخاصة بمرحلة الانتخابات، ويمكن حضرتك طرحت سؤال هام أو اقتراح وهو التصويت من خلال شبكة الإنترنت. هو في الحقيقة احنا بندعم فكرة تحول النظام السياسي المصري إلى نظام الحكومة البرلمانية، وده الأفضل لينا في الفترة القادمة بإعادة تأسيس هذا النظام، وإن النظام ده بيقتضي إن احنا ناخد بقائمة نسبية المحدودة والمفتوحة بحيث ان هي تتناسب مع طبيعة الشعب المصري، وما تبقاش قايمة على المستوى القومي وما الى ذلك، وان هذه القايمة يستلزم فيها التصويت عن طريق اتباع كافة النظم الالكترونية الحديثة، ومن بينها نظام التصويت الالكتروني، سواء في داخل مصر لمن هم خارج الدائرة وطبيعة عملهم تستلزم ذلك، كأن مثلا يعيش مواطن في أسوان ويستلزم سفر وعودته إرهاق ممكن يصوت في دايرته. دي بالنسبة للنظام، بالنسبة لانتخابات البرلمان أو المجالس المحلية، وأيضا العاملين في الخارج، المصريين عاملين في الخارج، إنه يستلزم إن هم يصوتوا من مواقعهم في البلاد اللي هم عايشين فيها، بحيث إن هو يعني يشارك في باختيار من يمثله ويتبع القواعد المعروفة في التصويت الإلكتروني. وده بيستلزم ان يبقى فيه هنا قاعدة البيانات ونظام الاستقبال ونظام الرقابة على هذا التصويت، بحيث يمنع التلاعب فيه بأي شكل من الأشكال، وحيث ان صوت الناس يصل الى مستحقيه، زي الدعم كده ما بنتكلم عنه دايما، يصل لمستحقيه. فأنا بعتبر ان مثل هذا التصويت هيبقى داعم وبيوفر بعض الوقت وبيوفر بعض الناس اللي بيجوا عند اللجان. الحاجة التانية ان التصويت داخل اللجان عايزينه يبقى وفقا لنظام التصويت الالكتروني في احد اشكاله، ان نعتبر قاعدة التصويت هو الرقم القومي، والرقم القومي ببياناته ده انا مسجل على دائرة معينة، هذه الدائرة يمكن ان اصوت فيها في اي لجنة وليس مقيد بلجنة معينة كان النظام القديم، واستطيع من خلال اجهزه الكترونيه حديثه موجوده في داخل كل لجنه اني تبين ان انا انتمي الى هذه الدائره، ثم يحصل نوع من
ادخال الكارت مرة تانية للبطاقة الرقم القومي عشان تمنعني من تكرار التصويت وبالتالي اقع تحت جريمة التزوير. ده النظام المحكم بهذا الشكل يجعلني اقول ان احنا في حاجة الى اتساع مزيد من اتساع الوقت مزيد من الوقت بالنسبة يبقى هناك متسع لتأسيس نظام انتخابي وتصويتي قوي. لقاءنا يكون مع دكتور غونارد ميناردوس وهو مدير مؤسسة فريدريش نومان بالشرق الأوسط. ألو دكتور، عايزين الحقيقة نتكلم عن دور مؤسسة فريدريش نومان النهاردة وقد إيه بتساهم في دفع الديمقراطية في مصر. اولا طبعا لازم نقول ان المؤسسة دي لها تاريخ في مصر. احنا موجودين في مصر من اكتر من 35 سنة، يعني المؤسسة في مصر مش حاجة جديدة، لكن كمؤسسة ليبرالية احنا سعداء جدا بالتطورات السياسية وخاصة بالثورة 25 يناير، علشان شخصيا اعتقد ان طبعا الثوره دي كانت ثوره قوميه مصريه، لكن القيم ومبادئ الثوره كانت كمان قيم ومبادئ ليبراليه زي الحريه الفرديه، حقوق الانسان، الديمقراطيه، طبعا الاداره الاجتماعيه، وكل دي مع بعض قيم ومبادئ ليبراليه. وعشان كده احنا كليبراليين احنا سعداء جدا. في نفس الوقت دور المؤسسه التعليم السياسي، ودي الخبره الالمانيه واحنا من المانيا، ان التعليم السياسي بيلعب دور مهم في الديمقراطيه. التعليم السياسي مفتاح للمعرفه السياسيه، والمعرفة السياسية دي الشرط المشاركة السياسية، وإحنا عارفين كلنا أن المشاركة مهمة جدا في الديمقراطية، وإحنا بنتكلم في المجتمع ده عن الانتخابات، والانتخابات يعني الموضوع الأساسي في الانتخابات المشاركة الناس، وإحنا عشان كده إحنا بننظم أنشطة زي دي علشان وبندعم أنشطة تعليمية للمصريين عن الموضوعات السياسية وخاصة الموضوعات ليها علاقة مع الليبرالية. دكتور غونارد، يمكن بنقول ان هناك مثلا ورشة عمل اتيحت بالنسبة لرفع الوعي بالنسبة للمجتمع المصري من الجانب السياسي. احنا كمؤسسة من الخارج احنا دائما مهتم بالمناقشات اللي عندهم لقاء كمان مع الخبرات في الخارج. مثلا في كذا بلد اللي هم كمان كانت ديكتاتورية وانهاردة البلد دي ديمقراطية، ونفس جزء من ألمانيا كانت ديكتاتورية وهي الألمانيا الوحدة هي ديمقراطية. وأنا أعتقد أن الخبرات الألمان ممكن تكون مفيدة جدا في المناقشات السياسية في مصر، لكن في نهاية طبعا القرار مش قرار الأجانب بس، القرار المصريين وبس. لقاءنا يكون مع دكتور مختار الشريف وهو أستاذ الاقتصاد. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. النهاردة يمكن عايزين نتكلم من خلال مؤتمر دولي خاص بمؤسسة فريدريش نومان والتحول الانتخابي بمصر، يمكن عايزين نتكلم على الجانب الاقتصادي أيضا في هذه الفترة. هو طبعا يبقى في مراحل التغير تبقى الأهداف غير واضحة، الآليات المستخدمة غير واضحة، أيضا المؤسسات اللي بتعمل في الاقتصاد يهمها الاستمرار والاستقرار، فإذا كان هذا الاستقرار والاستمرار غير متواجدين أو يحدث فيه نوع من الاهتزاز طبعا بيأثر على النواحي الاقتصادية، واحنا شاهدناها في الشهرين الأخرانيين دولت، وده أثر على الناتج القومي الإجمالي والدخل القومي اللي ممكن يطلع من هذا الناتج، وبالتالي الناس لما بتحصلش على دخل بتحصل المشكلة. الموازنة العامة للدولة بتعمل نفقات كتير أكبر من اللي كان متوقع لها ومخطط لها، والإيرادات اللي كان متوقع أيضا أنها تأتي لن تحصل بالنسبة أو الرقم اللي كان مطلوب، وهذا بيعمل عجز في الموازنة. وكان الدكتور سمير رضوان اللي هو وزير المالية أعلن عن ذلك في هذا الرقم. المشكلة الأخطر يمكن يستمر هذا
العدم الاستقرار الموجود اللي احنا بنشاهده دلوقتي، ولكن هذا متوقع في مراحل التغير ان شاء الله. في اقرب فرصة ممكنة ممكن هذا عدم الاستقرار ينزال، وكل الناس تعرف ان الهدف النهائي هو رفع مستوى معيشة الافراد والمجتمع، وبالتالي اطمئن كل فرد على حاله. من ضمن المؤشرات التي شفناها البورصة، والبورصة بتعتبر من أهل الاقتصاد، كانت توقفت مدة كبيرة وكان هناك تخوف من الخروج من مؤشر ستانلي العالمي، ولكن الحمد لله إدارة البورصة قدرت تتخطى هذا الحاجز الزمني اللي هو يوم 28 مارس وتعلن افتتاح البورصة والتعامل معها قبل هذا التاريخ بمدة كبيرة، وبالتالي عادت الثقة إلى الاقتصاد المصري. وشفنا، وهذا كان غير متوقع لأشد المحللين تفاؤلا، وهو الموجة الشرائية الكبيرة التي قام بها الأفراد المصريين كلنا، وأنا منهم، وبعترف دلوقتي قدام السادة المشاهدين أنا كنت متوقع موجة بيعية كبيرة جدا تؤدي إلى انهيار البورصة، ولكن الحمد لله ساء ظننا وحصل العكس، وصهرت هناك قوة بيعية كبيرة جدا، قوة شرائية كبيرة جدا من المستثمرين المصريين، وبالمناسبة هم أفراد، حوالي 70% من المتعاملين في البورصة أفراد، وهذا له وقت آخر ممكن نتحدث فيه. ده أدى إلى أن مؤشر البورصة لا ينهار، ويكفي أنه لم ينزل بصورة حادة كنا متوقعين مستمرة بثبات معين، بل على العكس ارتفع المؤشر العام للبورصة ب5% وبعض الأحيان ب10%. صحيح الآن بنجد بعض الهبوط في هذا المؤشر العام، ولكن ده اللي نحن بنسميه لجني الأرباح. الحمد لله أيضا أن الصناديق، وهي الصناديق المتخصصة في الاستثمار، اشتركت مع الموجودين في البورصة كأفراد ودخلوا في شراء الأسهم والسندات في البورصة المصرية، وبالتالي انعكس ذلك على أن يكون المؤشر العام اللي نقدر نقوله على البورصة المصرية أنها تماسكت تقفز أو تمر من الأزمات بقوة. يمكن أن نتفائل بالمستقبل الاقتصادي المصري في ظل هذه التغيرات الحادة وعدم الاستقرار، ولكن الحمد لله أثبت للمصريين على كل الأزمنة أنهم قادرين على تخطي أي أزمة ممكن يعبروها، وده فوق إن شاء الله نشوفه بإذن الله.